قضاة 3. فهي دي الشعوب التانية اللي سابهم الرب عشان يمتحن بيهم إسرائيل، كل اللي معرفوش كل حروب كنعان منهم، وده بس عشان تعرف أجيال ولاد إسرائيل عشان يتعلموا الحرب اللي معرفوهاش قبل كده. بس أسياد الفلسطينيين الخمسة وكل الكنعانيين والصيدونيين والحويين سكان جبل لبنان من جبل بعل حرمون لمدخل حماة كانوا عشان امتحان إسرائيل بيهم، عشان يتعرف هيسمعوا وصايا الرب اللي وصى بيها أبهاتهم على إيد موسى. فسكن ولاد إسرائيل في وسط الكنعانيين والحسيين والأموريين والفرزيين والحويين واليابوسيين، وخدوا بناتهم لنفسهم ستات، وإدوا بناتهم لولادهم، وعبدوا الآلهة بتاعتهم. فعمل ولاد إسرائيل الشر في عينين الرب، ونسيوا الرب إلههم، وعبدوا البعليم والأعمدة العالية، فحمي غضب الرب على إسرائيل. فباعهم بإيد كوشان رشعتايم ملك أرام النهرين، فبقى ولاد إسرائيل عبيد كوشان رشعتايم 8 سنين. وصرخ ولاد إسرائيل للرب، فقوم الرب منقذ لولاد إسرائيل فخلصهم عشنئيل ابن قناز أخو كالب الصغير، فكان عليه روح الرب وقضى إسرائيل وخرج للحرب. فزق الرب في إيده كوشان رشعتايم ملك أرام، واعتزت إيده على كوشان رشعتايم، واستريحت الأرض 40 سنة، ومات عشنئيل ابن قناز. ورجع ولاد إسرائيل يعملوا الشر في عينين الرب، فجمد الرب عجلون ملك مؤاب على إسرائيل لأنهم عملوا الشر في عينين الرب. فجمع لي ولاد عمون وعمليق ومشي وضرب إسرائيل وملكوا مدينة النخل، فبقى ولاد إسرائيل عبيد عجلون ملك مؤاب 18 سنة. وصرخ ولاد إسرائيل للرب، فقوم لهم منقذ إيهود ابن جيرة البنياميني راجل أشول، فبعت ولاد إسرائيل في إيده هدية لعجلون ملك مؤاب. فعمل إيهود لنفسه سيف له حدين طوله دراع، ولبسه تحت هدومه على فخده اليمين، وقدم الهدية لعجلون ملك مؤاب. وكان عجلون راجل سمين قوي، وحصل لما خلص من تقديم الهدية صرف الناس اللي شايلين الهدية، وأما هو فرجع من عند الحاجات المنحوتة اللي عند الجلجال وقال عندي كلام سر ليك يا ملك، فقال اسكت وخرج من عنده كل اللي واقفين عنده. فدخل له ايهود وهو قاعد في قط الصيب بتاعته لوحده، وقال ايهود عندي كلام الله ليك. فقام عن الكرسي فمد ايهود ايده الشمال واخد السيف من على فخده اليمين وضربه ببطنه، فدخل المقبض كمان ورا النصل وطبق الشحم ورا النصل لانه ما شدش السيف من بطنه، وخرج من فتحة الشرج. فخرج إيهود من الفناء وقفل أبواب الأوضة العالية وراه وقفلها، ولما خرج جه العبيد بتوعه وبصوا فلقوا أبواب الأوضة العالية متقفلة، فقالوا تلاقيه مغطي رجليه عشان الحمام في أوضة الصيف. فقعدوا لما اتكسفوا وفين وهو ما بيفتحش أبواب الأوضة العالية، فخدوا المفتاح وفتحوا، فلقوا سيدهم واقع على الأرض ميت، وأما إيهود فنجي وهم مدهوشين وعدى الحاجات المنحوتة ونجي لحد سعيرة. وحصل لما جه إنه ضرب بالبوق في جبل إفرايم، فنزل معاه ولاد إسرائيل من الجبل وهو قدامهم، وقال لهم امشوا ورايا لأن الرب زق أعدائكم المؤابيين في إيدكم. فنزلوا وراه وخدوا الحتة اللي بتتعدى في الأردن لحد مؤاب وما سابوش حد يعدي، فضربوا من مؤاب في الوقت ده حوالي 10,000 راجل كل نشيط وكل اللي عنده قوة، ومنجيش حد. فتزل المؤابيين في اليوم ده تحت ايد اسرائيل، واستريحت الارض 80 سنة. وكان بعده شمجر ابن عناه فضرب من الفلسطينيين 600 راجل بالعصايا اللي بينغزوا بيها البقر، وهو كمان انقذ اسرائيل.